كيكة الهيل مع التارسين نحتاج إلى 6 حبات من البيض، كوب من الزيت، كوب من الحليب البودرة، كوب من السكر، 2 علب من الزبادي، 2 كوب من الدقيق، ملعقة كبيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من الهيل، ظرف بيكنج باودر ورشة ملح. طبعا هذه هي المكونات يلي عندي، وصفة طبعا من الوصفات الرائعة جدا، حنطبقوها توا مع بعضنا ونشوفوها كيف تحضيرها من الألف للياء. طبعا أول شيء نحتاجه قبل ما ندير أي شيء إننا نولع الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. تاني شيء حنجيب الطاجين اللي هو نوعية هوا. طبعا في كذا أنواع في السوق، يا ريت من الأخت الفاضلة أو رب العيلة لما بيشتري الطاجين هذا يكون غارق، يعني الارتفاع بتاعه عالي شوية، بس لما تنقلي بيكون شكلها لطيف. طبعا لو كانت الارتفاع بتاعها أقل حيعطي شكلها أيضا جميل، ولكن عكس لما تكون الارتفاع عالي. وطبعا لما ندهنوها ندهنوها بزبدة ودقيق، وحتى من نص على لود الدائرة، مش ندهنوا الأطراف بس، لا تكون حتى الأطراف نفسها لازم ندهنوها بس نتأكدوا أن الكيكة ما تلصقش. طبعا في بعض من الناس طبعا يقولك ندهنوها الكيكة بالطحينة، هذا أكبر خطأ، رجاء خاص أنكم تجنبوا. يعني أي شخص يعني يعطي في فلسفة اللي يقولك مثلا الكيك لازم تدهنوه بالطحينة، بعدين ما تتمشاش نهائيا، لأن أول شيء الطحينة حتنحرق مع تفاعل، يعني علميا مع البيض والكيك بصفة عامة والبيكنج باودر لما بتدهنوها بطحينة، فشو بصير؟ بصير في تفاعل وحتبدأ الكيك بنتها الطحينة. ممكن احنا عادة نقول ندهنوها بطحينة لو كانت بسبوسة مثلا، عادي ندهنوها بطحينة، أم كيك زي هو لو ندهنوه بطحينة سواء هذا سواء أي نوع حتكون الكيكة يعني بنتها طحينة، مش حتكون الكيكة بالنكهة احنا مدايرينها. فياريت أنكم تجربوه نهائيا. عندكم خيارات، اما بتدهنوها بزبده ودقيق، او تدهنوها بسمن ودقيق، او اخر شيء زيت ودقيق. وطبعا انا ما انصحش بالزيت ودقيق، هل بانه حيغلي في الفرن وممكن النتيجه اللي حاعطيها لنا شنية لما نقلبوا الكيكه تبدا فيك طبقه زي الدقيق، فانا افضل ان زبده ودقيق الدهن بتاعها. نرجع طول موضوعنا الاساسي اللي هي الكيكه بتاعنا. انا طبعا اول شيء حنديرها، حنجيب طاوه. لو تتفكروا في المقدار الوصفة، أنا عندي كوب من حليب البودرة، خليت الطاوة تسخن عندي، حنحط كوب من الحليب البودرة عندي هنا، ونبر حمصة. نحمصه الحليب عندي لين يبدأ أسمر. أنا بحكم الطاوة كانت سخونة فشلتها من على النار، ونبدأ تو نوزع في تحميصة بهذا الشكل. هنا بعد ما تحمص عندي الحليب وطلعت هيك ريحته، حنحطها في الصحن يلي حندير فيه الكيكة. شايفين كيف الحليب عندي هنا تحمص؟ تو هنا حنجيب زيت، كوب من الزيت، وحنحطهم على الحليب، حنقلب توا الحليب مع الزيت بهذا الشكل مع كوب من السكر. تحسوا ان الكيكة فيها شوية كيه حاجات غريبة، ولكن جربوها حتاخذوا نتيجة رائعة جدا. هذه من الكيكات الهندية اللي معروفة جدا وفيها طعم رائع. طبعا انا جربتها بالوسك الكهربائي وجربتها باليدوي، طبعا نتيجة اليدوي كانت عندي في الوصفة افضل من الكهربائي، فاحنا مش كيكة ندخلوا لها هواء زيادة على اللزوم. فانا تو هنا بعد ما حركت السكر مع الحليب، حنرجع نحط الزبادي، علبتين الزبادي، واخر شيء اللي هو البيض. طبعا عادة في بعض الكيكات تبدو بالبيض والسكر هو الاول، او مثلا الزبدة والسكر بعدين البيض. احنا تو في وصفتنا اليوم البيض اخر شيء عندي،
المكونات السائلة طبعاً. توانا قبل ما بنضيف البيض حنضيف مطيبات اللي هي ملعقة صغيرة من الهيل، وملعقة كبيرة من القرفة أي ما يعادل زوز ملعق صغار. حنضيف توا البيض بالتدريج يعني بالحبتين أو بالحبة. ونقلب لين تختفي حبة البيض عندي. طبعا انا ضايف القرفة فما فيش داعي احنا نضيف اي نوع من المطيبات، ولكن هذه اختيارية وانا حنضيف هاي اللي هي شوية من روح الفانيليا اختيارية. مشاهدين الكرام انا عندي القرفة والهيل يعني كفيل ان احنا نحيل اي زفرة، ولكن انا حبيت ان نضيف شوية فانيليا كنوع من الطعم مش اكتر، وكأضمن ان ما فيش اي نوع من الزنخة. طبعا عندي هنا دقيق 2 كوب، حنحط عليهم ظرف من البيكنج باودر ورشة ملح. طبعا في بعض من الاخوات يسألوا على رشة الملح، هي رشة الملح مش مهمة هلبة يعني مش كان ما درناهاش يعني فشلت الوصفة لا، ولكن ان رشة الملح تضبط الطعم يعني التوازن بس في نكهة السكر مع المطيبات اللي نضيفه فيها. لازم نتأكدوا ان البيكنج باودر توزع كويس في الدقيق. هنضيف توا كمية الدقيق عندي ونقلبه بالشكل هو. طعمة الحليب المحمص في الكيكة مع القرفة طعمها رائع جدا الكيكة هي، فأتمنى فعلا أنكم تجربوها. طبعا ممكن تضيفوا مكسرات لو تحبوا عادي. تمام، بعد ما ولا عندي قوامها بهذا الشكل هنجيب الطاجين، هنجيبوا الكيكة. شايفين قوامها كيف الكيكة عندي زي التوفي كباينة. حناخد توا الكيكة وحنوزعها بالشكل هذا. تمام، حندخلها الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن اللوطة، وتكون مولعينة من قبلها الفرن. حتكون الوقت هو الكيكة هيك استوت، حنرجع لكم بعد ما تكون الكيكة عندي طابت باش نقدموها ونشوفوا شكلها مع بعضنا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام. طبعا عندي الكيكة أنا طابت في الفرن، خنطلعوها مع بعضنا. طبعا من الخطوات ان احنا بعد ما تطيب الكيكه ونطفوا عليها نخلوها حوالي دقيقتين بس في الفرن، بس من اول ما نطلعها ما تهبطش مني. تو هنا طبعا عندي الكيكه قاعده دافيه، مجرد ما بنهزها بهذا الشكل طبعا ريحه القرفه هنا مش قادر نصفها. وزي ما قلت لكم كل ما تكتروا القرفة كل ما تزيدوا تغمقوا في اللون. انا تو حنقلب الكيكة عندي في صحن. بسم الله
طبعا مجرد ما قلبنا الكيكة عندي هنحط عليها السكر ناعم بودرة، وطبعا زي ما قلت لكم اكيد اي نوع من الزينة انتم ممكن تضيفه عادي. هذا عندي شكل الكيكة، انتم شايفين برضه من ناحية الطرف اهو، انتم شايفين الشكل من الداخل كيف، يعني كيكة هشة وبسيطة جدا وفيها قرفة وهيل وطعمها رائع، ودناها طبعا بخطوات بسيطة، وان شاء الله عجبتكم ونالت رضاكم. طبعا هذه عندي كيكة القرفة والتارسين مع الهيل.